محمد مساء الخير، احنا سامعينك، قول لنا اخر المستجدات. مساء الخير عليك زميلي محمد الجندي وعلى كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. بالفعل أنا في هذه اللحظات داخل فندق الإقامة، ومنذ قليل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وبعثة النادي الأهلي تناولت وجبة العشاء داخل الفندق بعد رحلة طيران شاقة، رغم أن الجهاز الإداري استطاع أن يقلص عدد السفر إلى النصف، ظل أن فريق تاون شيب خد مسافة حوالي 24 ساعة سفر للوصول إلى برج العرب، لكن النادي الأهلي من خلال الترتيبات الإدارية استطاع في رحلة سفر حوالي ما يقرب من 11 ساعة سفر أن يصل إلى بتسوانا، تحديدا العاصمة البتسوانية جبروني، لخوض هذه المباراة الهامة. لكن تغلب الجهاز الإداري والجهاز الفني على العديد من المشاكل التي واجهت البعثة على مدار اليوم، لكن في هذه اللحظات الحمد لله أقدر أطمنك وأقدر أطمن كل جمهور النادي الأهلي أن الفريق بالكامل داخل فندق الإقامة، تم تسكين كل اللاعبين في الغرف، تم الاتفاق على أماكن المتعلقة بمطعم الفريق في تناول الوجبات الرئيسية داخل فندق الإقامة، أيضا كمان قاعة المحاضرات، مواعيد التدريبات، الملاعب الفرعية التي سيؤدي عليها أهلي تدريباته خلال الأيام القادمة، وحتى موعد المباراة بإذن الله في 6 من مساء السبت القادم. خبر جديد أقدر أعلنه لك دلوقتي في هذه اللحظات، أن الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون اتفق بشكل رسمي وبلغ اللاعبين أن التدريب الأول لفريق النادي الأهلي غدا في بتسوانا سيكون في تمام الساعة 4:30 عصرا في إحدى الملاعب القريبة هنا من فندق الإقامة، حوالي ربع ساعة بالتقريب بالحافلة من فندق الإقامة إلى هذا الملعب. تم الاتفاق على هذا الملعب مع المسؤولي الجانب الإداري في تاون شيب. الجهاز الفني بعد تناول وجبة العشاء اتفق أن تدريب الغد بإذن الله هيكون مش في نفس ميعاد المباراة، لكن قدر الإمكان الجهاز الفني بيحاول يقدم ميعاد التدريب شوية، عشان أن الفريق النهاردة بعد ما وصل إلى بتسوانا ما كانش فيه أي فرصة أن الفريق يؤدي تدريباته نتيجة إرهاق السفر وتأخير الفريق في الوصول، وبالتالي اكتفى الجهاز الفني بتدريبات استشفائية داخل إحدى القاعات هنا وفي صالة الجيم في فندق الإقامة. لكن غدا التدريب في الساعة 4:30 عصر، وهو نفس توقيت القاهرة، توقيت القاهرة وتوقيت بتسوانا هو نفس التوقيت، وبإذن الله بدءا من تدريب يوم الخميس والجمعة سيكون التدريب في نفس موعد المباراة في 6 مساء. نقطة إيجابية عايز أذكرها، نتيجة المعاملة الإيجابية وحسن التعامل من إدارة النادي الأهلي مع مسؤولي تاون شيب عندما وصلوا إلى برج العرب قبل 10 أيام وإقامة المباراة الأولى في برج العرب، فريق تاون شيب وإدارة نادي تاون شيب فضلوا أن يقيم النادي الأهلي تدريباته على حسابه الشخصي مرة واحدة فقط، وسيكون هذا الموعد في تدريب الغد. لكن تدريب الأربعاء وتدريب الخميس وتدريب الجمعة تم الاتفاق بالنواحي التنسيقية مع إدارة النادي البتسواني سيكون على حساب النادي البتسواني طبقا للمعاملة بالمثل، وكما فعل النادي الأهلي مع مسؤولي النادي تاون شيب في برج العرب، أن النادي الأهلي سهل لهم كل الإجراءات سواء في مطار برج العرب أو حتى ملاعب التدريب في الملاعب الفرعية في استاد برج العرب، فبالتالي كل الاجراءات تسير بشكل جيد. هناك حسن استقبال من مسؤولي تاون شيب النهارده، كان في احد الاداريين من بطل بتسوانا كان متواجد مع كابتن سمير عدلي في مطار القاهره. يعني صحيح اجراءات السفر خدت وقت طويل، ويمكن حوالي 10 من افراد البعثه الرسميه ما كانتش اجراءات الخروج بالنسبه لهم التاشيرات الرسميه ما كانتش لسه صدرت، خدت شويه وقت، لكن قدر الامكان المسؤولين في تاون شيب مع الكابتن سمير عدلي حاولوا يذللوا كل هذه العقبات. كابتن محمد يوسف، اجتماعات مستمره سواء على متن الطائره التي تجهت من مطار القاهرة حتى الوصول إلى بتسوانا، كان في اجتماعات مستمرة مع حسام عاشور ومع شريف إكرام عن المرحلة القادمة وضرورة لم شمل الفريق في هذه المباراة تحديدا، ودور كباتن الفريق زي شريف إكرام وحسام عاشور في هذه المباراة، لأن الجهاز الفني وصفها وتحديدا باتريس كارتيرون وصف هذه المباراة إنها مباراة حياة أو موت، لابد من 3 نقاط عشان الأهلي يتواجد بشكل جيد في صدارة هذه المجموعة ويبدأ مشواره الأفريقي هنا من بتسوانا نحو اللقب التاسع والبطولة الأفريقية. نقطة أخيرة كمان زميلي محمد، يمكن في الصباح يمكن عدد من لاعبي النادي الاهلي كان اجرى حوارات صحفيه خلال الفتره الاخيره، وتحديدا علي لطفي حارس مرمى فريق النادي الاهلي، والحوار كان بشكل جيد، لكن رغم ان الحوار كتب على موقع يلا كوره بشكل جيد، لكن علي يمكن ابدا استياءه في تصريح خاص معانا، ان ابدا استياءه ان بعض المحبين او بعض الصفحات السوشيال ميديا تحدثوا لان علي لطفي بيتحدث ان هو متواجد في النادي الاهلي وان دكه البدلاء في النادي الاهلي بالنسبه له افضل من اللعب في اي نادي داخل مصر. هو تحدث قال
انا بحترم كل الانديه المصريه، وحديث للاسف السوشيال ميديا تم تحريفه بشكل سلبي، وحديثي كان متعلق ان انا اتمنى اتواجد في النادي الاهلي، والتواجد على دكه بدلاء النادي الاهلي شرف كبير لاي لاعب، وان هو يسعى للتواجد بشكل اساسي، لكن لم يذكر اي نادي اخر داخل مصر في سياق حديث. وبالتالي دورنا ان احنا نوضح ان حتى التصريحات الاعلاميه للاعبين في الفترات السابقه رغم انها تصريحات بتذكر بشكل ايجابي وبتذكر بالنص في المواقع الرياضيه، لكن عبر السوشيال ميديا بتصدر ازمات للاعبين بيتم تحريفها وبيتم اللعب على وتر الجماهير. فبالتالي دي كانت نقطه توضيحيه من خلال حوار لاحد لاعبي النادي الاهلي.